كيف سيتم تعيين حكومة ولا يوجد مجلس شعب منتخب؟ هذه النقطة. النقطة الثانية، الدستور يقول أن الإشراف الكامل على الانتخابات من أول إعداد قاعدة البيانات وحتى الفرز بيد السلطة القضائية، والحكومة ليست لها علاقة، فما علاقة الحكومة أصلا بالانتخابات؟ لا، هي طبعا الحكومة لها تأثير مباشر. احنا بنقوله دلوقتي حكومة تكنوقراط بتقف على نفس المسافة من جميع القوى السياسية، بحيث فندم حكومة مؤقتة لغاية انتخابات المجلس البرلماني القادم، لانتخابات مجلس النواب. الحكومة دي تكون حكومة محايدة، بيشارك في تشكيلها جميع القوى السياسية، بحيث تكون هذه الحكومة في حد ذاتها ضمانة لنزاهة الانتخابات القادمة. أما إذا كانت الحكومة تابعة لفصيل معين، هيكون هناك مسبقا تشكيك في نزاهة الانتخابات وتأثير الحكومة على سير العملية الانتخابية. امتى نلاقي حزب النور هو بيصنع حدث، يعني بيعمل مبادره؟ يعني احنا النهارده مثلا باقي على يوم الجمعه خلاص ساعات، ايه اللي باقي؟ ليه ما كانش في مبادره طول الايام اللي فاتت ديت كان حزب النور يتبناها وكان يدعو فيها المعارضه ويدعو الحزب الحاكم؟ ده حدث يمكن مش عارف حد مش متابع معانا، ولا الحزب طرح مبادره اللي هو لقى فيها هجوم من بعض القوى السياسيه. اعتقد انه اتضح الان لكل الشعب المصري انه لو كانت تمت الاستجابه لهذه المبادره ما كنا نحيا الان هذه الازمه. رئيس الوزراء هو اللي هيملك، وده بناء عن الدستور اللي هو هيملك الحكم. طب ليه احنا بنستنى لما يحصل مصايب عشان خاطر ان احنا نقول ان ده حق الشعب وده كان موجود في الدستور؟ ليه ما حصلش من الاول؟ يعني ايه ما حصلش من الاول؟ حياتك مش انت في ايوه الدستور انتهى، وكان المفروض في مده معينه اللي هي خلال 60 يوم يتم الدعوه لانتخابات برلمانيه، وتم، ولكن طلع القانون في ملاحظات من المحكمه الدستوريه علقت عليه، وبالتالي تم تاخير القانون. ولذلك من ضمن المبادره اللي بيطرحها حزب النور تحديد موعد قريب للانتخابات البرلمانيه بمشاركه جميع القوى السياسيه. حضرتكوا ده احترام مؤسسات الدوله، الازهر والقضاء والجيش، ولم تذكروا الرئاسه، يعني موقفكوا يتوافق مع الرئاسه؟ ارجو ان تقرا البيان ستجد الاجابه على السؤال. نرى موقفكوا يعني من الامر بمنتهى البساطه، بغض النظر هجاوبك، بغض النظر عن وجهه النظر في اداء رئيس الجمهوريه الدكتور محمد مرسي، وبغض النظر ان لنا انتقادات شديده على هذا الاداء، لكن اقصاء رئيس الجمهوريه بغير الطريق الشرعي يعني ان مصر ستصبح كالمراه التي لا يعيش لها ولد، ومعنى ذلك ان كل رئيس لن يستطيع ان يجلس على كرسي الرئاسه اكثر من اسابيع، وهذا ما لا نراه صحيحا. لابد من احترام الاجراءات الدستوريه وارض الشعب، واحنا قلنا ان المشكله الان في الحل واصلاح الامور ليست في يد الرئيس. تعيين الحكومه من الرئيس ده وضع استثنائي، الوضع الصحيح ان يعين من قبل مجلس النواب.